احنا دلوقتي في فقرة حرة، انا سميتها كده لان في كل مرة هناقش معاكم موضوع مختلف. نبدأ النهاردة تحديدا، هناقش معاكم موضوعين قريبين لبعض جدا، وكمان ممكن تبعتولي على ايميل البرنامج المواضيع اللي انتوا عايزيني اتكلم فيها. طيب، في ناس كتير فاهمة ان الخيانة هي خيانة الراجل لمراته والعكس. ده مفهوم الخيانة بالنسبة للناس، بس الحقيقة اتنين بس. في انواع كتيرة من الخيانة، خيانة الراجل لصاحبه، الست لصاحبتها، خيانة الوطن، في خيانة الأولاد لأهليهم لما بيتصرفوا غلط عكس ما أهليهم ربوهم، وفي خيانة الفكر من غير ما حد يعرف، وده أصعبهم. في خيانة حصلت لي النهاردة. أنا النهاردة كنت جاي مجهز إني أتكلم معاكم في علاقة الحيوانات ببعض في الغابة، والتشابه ما بينها وبين أي اتنين متجوزين. بس فوجئت ان الفقره دي اتعملت في برنامج امبارح بالليل في المحطه عندنا هنا للبنى. يا نهار اسود، ايه اللي بيقوله ده؟ ما علينا. بنسبه كبيره في حد فني واخد الفكره وعملها، وده طبعا علشان احنا شعب ما بيحترمش افكار كل واحد فينا. مش كده وبس، وكمان بنخون بعضنا ونسلم على بعض ونضحك في وش بعض، يعني زي المثل ما بيقول نقتل القتيل ونمشي في كنسته. والأغرب من كده، اللي خانك ده ممكن تقابله في صلاة الجمعة مثلا ويقف معاك بعد الصلاة. وكمان شوف يا أخي التباتة والنتانة، في واحد جنبه تاني بلسه طالع من الصلاة ويقول لك تقبل الله، ويقول شفت، يقول لك مثلا شفت عمرو النمساوي امبارح في البرنامج السياسي الجامد اللي اسمه لازم نطاطي، وتلاقي البرنامج كله تأنيب واللوم لبعض. بالمناسبة دي، انتوا عارفين اننا اكتر شعب في الدنيا بيأنب وما بيصلحش وما بيصلحش، بمعنى ان لو حد غلط تلاقي كل اللي حواليه بيتبحوا، مش حد بيحاول يصلح الغلط، او حتى لو معرفش ممكن يستره مثلا. لكن ازاي احنا اساتذه في اننا نطلع القطط الفاطسه والمفهوميه كلها والفهلوه؟ واحده اتجوزت وجوزها طلع مش كويس، صورها وهي نايمه معاه واتطلقوا، وراح مطلع الفيلم على الانترنت، مصر كلها شافت الفيلم. يا ليه نايمة معا كده؟ الله يا جماعة، ما كان جوزها على سنة الله ورسوله، والمجتمع كله عارف ده. يعني هي ما شافتش ان في كاميرا؟ يا فندم، ما هو مش طبيعي ان الست تفتش اوضتها هي وجوزها على كاميرات قبل ما تكون يعني مع جوزها. يعني طب هي مش متجوزة في امن الدولة لا مؤاخذة ولا ايه؟ طب وابنها؟ ده ذنبه ايه لو خلفت بعد كده ومصر كلها شافت امه وهي نايمه مع ابوه؟ طب في حد فكر ما يتفرجش اصلا على الفيلم درءا للمفاسد، او تحت مسمى الستره، او تحت مسمى اخر، اتفرج ليه؟ ولا كلكم بتجرحوا؟ احنا اتعلمنا نجرح في بعض اكتر ما اتعلمنا نداوي جروح بعض. واحدة ست غلطت في حاجة، حد فكر هي ليه غلطت؟ اتكلم معها في حلول؟ لا طبعا. طب يا أخي ما تقعدش تهاجم وتجرح، لأن ده ممكن يخليها تغلط أكتر. اسمع الأول، فكر بعد كده اتكلم. تعلموا ما تهاجموش حد على غلطته، فكروا ازاي تعالجوا تصلحوا. كفانا تجريح، احنا المصريين احسن حد في الدنيا نلوم بعض ونزم بعض، وده اوسخ ما فينا. لازم نتعلم ازاي نعمل العكس، لان هي دي الطريقة اللي هتنقلنا من عالم الحيوان لعالم الانسان. انا اتشرفت بيكم النهاردة، تصبحوا على خير.